ايه الامور التي لا يسع المسلم جهلها؟ ايه الف ب دين او الف ب مسلم عشان اكون مسلم؟ ايه الحاجات اللي ما ينفعش اقول فيها معرفش او معرفهاش او ما يعني دي مش في القاموس عندي او انا اجهل الموضوع ده؟ ودي حاجه يعني بتنتشر عندنا كتير. طبعا بنرحب بابراهيم صلاح زميلنا اللي بيترجم الاشاره، وطبعا عايز بقى ارحب بضيفي العزيز على قلبي الشيخ احمد صبري من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ مهند، ازاي حضرتك؟ منورنا. يا ربي ينور قلبك في قناه النهار نور. يا سلام الله. هو فعلا في حاجات لا يسع المسلم جهلها؟ يعني انا لو قلت في الحاجه دي ما اعرفش، ما خدتهاش، ما عدتش عليا، يبقى خلاص كده مش هتحاسب؟ ولا في حاجات معينه لا دي لازم تعرفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. في حاجات ما ينفعش الواحد سواء كان متعلم أو مش متعلم إنه ما يعرفهاش. في ألف به كده، الحاجات دي لازم كلنا نعرفها بغض النظر عن أنا متخصص في إيه. يعني لو أنا راجل متخصص في الدين، في العلم، في الفقه يعني، أو في السيرة أو في التاريخ أو في الكيمياء أو في الطب أو في الهندسة، لازم أكون عارف الحاجات دي. ولو أنا مش متعلم خالص لازم أكون عارف الحاجات دي. انا عايز اقول بس في البدايه برضو لاخواتنا الصم، احنا عاملين الفقره دي مخصوص برضو علشانكم ان شاء الله، ومعانا ابراهيم اهو بيترجم. يعني نبدا بالبيزكس كده ونقعد يعني نركز مع بعض كده ونشوف ايه الحاجات اللي لازم نتعلمها ونعرفها كلنا واحد في الاخر، وكلنا ان شاء الله نستفيد من الشيخ احمد بقى، يعني ما اقولكوش عليه. ربنا يكرمك يا حبيبي ويسعدك يا رب، واحنا بنحبهم. طبعا اتعلمتني حاجه قبل الاشاره. اي طبعا بحبهم. الأول حاجة خالص، يعني إيه إيمان؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله ده عايز حاجتين، عايز كلمة تقولها بلسانك تقول أشهد أن لا إله إلا الله طبعا وأن محمدا رسول الله. رسول الله. فأنت هتقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. صعبة دي؟ لا، بسيطة. عشان كده سيد الناس كلهم عليه الصلاة صلى والسلام الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني اللي يموت على كلمة لا إله إلا الله يدخل الإيه؟ الجنة. ده أعظم حاجة خالص، إنك توحد الله، إنه واحد طبعا. مش آلهة متعددة. هيقول لحضرتك ما انا كده كده مؤمن بالله، يعني لازم اقولها، افضل اقولها ولا ايه؟ ما انت، ما احنا قلنا الايمان عايز حاجتين، عايز ايه؟ حاجتين. كلام باللسان اتقال. الكلام اللي باللسان ده هو عبارة عن ايه؟ عن تأشيرة دخول. حضرتك عايز تسافر تعمل عمرة، هتشيل الشنطة على كتفك وتسافر كده ولا تمشي على رجليك؟ ولا لازم تروح شركة والشركة تاخد الباسبور بتاعك والباسبور يروح إجراءات. القنصلية والقنصلية تقوم مديالك التأشيرة، مش كده؟ عايز تسافر أوروبا وأمريكا، هتسافر كده منك لنفسك ولا لازم تأشيرة دخول؟ طبعا لازم تأشير. تأشيرة الدخول للإسلام ببلاش أهي، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ماشي؟ كلنا نقولها يلا مع بعض. كلنا نقول لا لا إله إله إلا إلا الله. الله. أدي كلام باللسان، وإقرار بالقلب، إن قلبك مليان إنه مفيش إله إلا إله واحد. مين خلق السماء والأرض، الليل النهار؟ مين اديك، مين ادالك عينيك؟ مين ادالك جسمك؟ مين أنعم عليك بالصحة والعافية؟ مين اللي بيرزقك؟ مين اللي ادالك المية؟ مين اللي ادالك شعور تحس بيه إن الحاجة دي حارة أو حامضة؟ مين اللي ادالك الأجهزة اللي شغالة جوه؟ مين اللي ادالك المخ بتاعك؟ مين اللي ادالك قلبك؟ الله. مين اللي خلى الدم يشتغل في عروقك كده؟ وخلقك ازاي؟ ومنين؟ والكون ده كله ماشي بنظام دقيق لا يتخيله إنسان. مين اللي خلقه؟ قلبك يكون مليان إنه مفيش إله في الكون إلا الله. ما فيش حد هينفعني بحاجة أبدا إلا إذا ربنا كتبها لي.
محدش هيضرني بحاجة أبدا إلا إذا ربنا كتبها عليا. يبقى أول حاجة في قلبي أكون موقن إن مفيش إله إلا الله، وأكون حاسس بقد إيه نعمه اللي أنعم بيها عليا. ده اسمه إيه؟ إيمان. ده اسمه الإيمان. يبقى الإيمان ألف ب كده، أي حد عايز يدخل الإسلام عندنا الإجراءات بتاع الدخول، تأشيرة الدخول للإسلام، حاجتين همت. الإيمان له فرعين، فحاجة بلسانك تقولها تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وحاجة بقلبك، قلبك يكون مليان إنه ما فيش إله إلا مين؟ إلا الله. إلا الله. طيب ندخل بعد كده كمان أعمال بقى، بس صح؟ قبل الأعمال لسه، احنا لسه ألف طب ب يلا ناخدها ألف خطوات. ب ألف ب ماشي. بعد أنا ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلى الله وقلبي عليه وسلم. اتملى إنه ما فيش إله إلا الله، وعندي يقين، هو أنت شفته؟ شفت ربنا؟ شفتوش؟ طب هتؤمن بحاجة انت ما شفتهاش؟ مش صعب صعب. جدا. قال لك طيب يعني انت مش هتؤمن الا بحاجة انت شايفها؟ انا راجل في عصر المادة، وانت ما تكلمنيش بقى بالحاجات الغيبيات اللي هي ما شفناهاش دي، انا لازم اشوف ربنا عشان خاطر اصدق انه في اله. يعني لازم تشوفه، هغلبك لو لازم اشتغلت معاك بالمنطق هيقول ده، لك لازم. هغلبك. لا من انا على فكره انا بسال وبرد على نفسي كان في قصادي واحد تاني بايه بالظبط. مش مقتنع ان في اله. ما انت بتكلمني عن انه لازم اكون مؤمن ان في الله، فانا بقول لك هو في الله فعلا، فانت بتقول لي انا ما شفتوش، لازم اشوفه بعينيا. فالمنكر بيقول لك ما تكلمنيش في غيبيات، تكلمني عن حاجات ايه محسوسة ملموسة. محسوسة وملموسة. فأقول لك متأكد؟ فيقول لي متأكد. اقول له طيب يا سيدي انت بتتنفس ايه؟ أكسجين، هواء. شايفه؟ لا لمسه؟ لا طب مصدق انه موجود ولا لأ؟ طبعا. ده من غيره مفيش حياة. طب اشمعنى بقى صدقت في دي ومش مصدق في دي؟ طب اقول انا كمان حاجة تانية بقى، اقول قول لهم انا كمان اشمعنى قول اشمعنى انت؟ الروح. الانسان لما بيجي يموت وتخرج منه الروح، حد شافها؟ خالص حد عرف ايه اللي حصل؟ واحد يبقى خالص. قدامك شخص سليم كده فجأة مرة واحدة صحيح، بقى بيتحركش. مات. طب طلعت منه الروح، دي هي اللي مدية الغذاء لجسدك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر أمر رب. ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وروني أعظم أطباء في الدنيا كلها علشان يقولوا لي الروح متركبة من إيه، واخد أنا بالك؟ عرفت إن في علماء يعني من الغرب حاولوا يقيسوا الموضوع ده بأربع أجهزة مستحيل وما قدروش يوصلوا ولن لحاجة. يصلوا إلى أي شيء، لأنه ربنا قضى في المسألة دي بالذات. ويسألونك قل عن الروح الروح من أمر قل رب. الروح من أمر طب ربي وما أوتيتم من العلم إلا ناخد قليل. وفاء. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، ممكن أسأل؟ ألو، السلام عليكم. عليكم اتفضلي. السلام. أيوة من فضل حضرتك، ممكن أسأل الشيخ على حاجة؟ اتفضلي. أيوة بعد إذنك. وأنا كان والدي ربنا توفاه وعليه دين، وإخواتي الكبار المفروض اللي هم في إيدهم بيع وشراء حاجته مش رافضين سداد الديون دي، عايزين يقسموا الميراث يعني. فأنا دوري إيه؟ أنا أعمل إيه؟ حاضر وهو الدين معلوم. حاضر، شكرا يا وفاء. نجاوب عليها سريعا كده. قبل ما اجاوب على وفاء اقول لها يا وفاء ربنا يجعل لكي ولنا ولكل اللي بيسمعونا وبيفهمونا نصيب من اسمك، آمين، اللهم ان يكون آمين. عندك الوفاء ده واسم على مسمى، إن شاء الله. ويكون عندك وفاء لوالدك اللي مات وهو مديون والاخوة مش عايزين يسدوا الدين ويوزعوا التركة، يحرم هذا. يعني الأول يسدوا الدين؟ أول ما يموت الشخص أول حاجة بنعملها قبل تقسيم التركة، عليه دين ولا ما عليهوش؟ عليه دين، لابد من قضاء الدين قبل تقسيم التركة، قبل توزيع التركة. فإذا جاء بعض الورثة وطمع فحرام عليهم أن يقسموا التركة ولم يسدوا الدين اللي على أبيهم. دورها هي إيه؟ دورك يا وفاء إنك تسجلي المقطع الصغير جدا اللي أنا أجبت فيه عن لو شخص مات وعليه دين وترك
التركة يحرم على الورثة أن يقوموا بتقسيم التركة إلا بعد سداد الدين اللي على الميت. وتوري لهم بقى المقطع ده. وتوريهم المقطع ده، وافقوا أهلا وسهلا، ما وافقوش يبقى أنتي قلتي اللي عليكي وأديت اللي عليكي بإعلامهم بالحكم الشرعي. فاضل حاجة، فاضل هي تقول لي هم رافضين. نصيبك قد ايه من التركة يا وفاء؟ نصيبي من التركة قرشين ساغ مثلا، وبابا عليه دين قرشين. نصيبك من التركة يساوي كام من الدين بتاع والدك؟ مش مجموع الدين، الدين اللي على والدك، المبلغ اللي انت هتاخديه او الشقة اللي انت هتاخديها. لو باباكي عليه 200,000، انت اخدت كام من التركة؟ انا اخدت ربعها، يبقى تسدي من التركة اللي انت اخدتيها ربع الدين اللي على والدك. وصلت. هتقولي هسده ازاي؟ الدين ده لمجموعة اشخاص او لشخص واحد. لو كان الدين لشخص واحد باخد انا ما يقابل او ما يوازي نصيبي من التركة من دين والدي واروح اديه لصاحب الدين. لو كانوا مجموعة اشخاص متفرقين، تقسم الجزء ده على مجموعة الاشخاص، تقسم الجزء ده على المجموعة كلها، او تديه لشخص واحد وتقول له انت ليك عند والدي دين، اتفضل ده اللي انا اقدر اسده. طب ناخد تليفون كمان. شيماء، سلام عليكم. فصل التليفون، كلمينا تاني يا شيماء. كده هي تبقى خرجت من الحرج بتاع خرجت الموضوع من الحرج، وبيبقاش حرام عليها، لانه يحرم على الورثه ان هم يقسموا حاجه فيها مال مش ملكهم اللي هو الدين. طيب نرجع لموضوع حلقتنا. الف ب احنا اول حاجه قلنا زي ما حضرتك قلت هنقول الايمان الشهاده بلسان بلساننا وقلبنا، ثم ثم نحس بعد ذلك نعترف او نشعر بفكره الوهيه الله عز وجل. الاله ده بقى، وكون الموضوع غيب ده لا ينقص من فكرة ان انا اصدق او اؤمن صحيح. بشيء. الاله ده بقى احنا اتكلمنا ان هو موجود سبحانه وتعالى. طب كان موجود امتى؟ كان موجود من سنة، من اتنين، ولا موجود ازلا دي من الاسئلة قديم؟ بقى، دي الاسئلة الجدلية اللي ساعات بتيجي في دماغ ناس كتير. من قديم الزمان. طب موجود من قديم الزمان، هيبقى موجود لحد امتى؟ لكمان سنة، 10، 100؟ يبقى موجود أزلا وموجود على طول. الإله الموجود سبحانه الواجد هو مش موجود كلفظ، ما ينفعش نقول على ربنا موجود، زي ما موجود. الناس يقول لك ده يا عم ربنا موجود. ليه؟ الموجود لابد له من من واجد. واجد. ربنا اسمه ايه؟ الواجد. الواجد، ولذلك من أسماء الله الحسنى الواجد، الواجد مش الموجود، واخد بالك؟ هبسط لك العملية. مهند موجود دلوقتي في استوديو قناة النهار نور. مهند ايه؟ موجود. مين اللي جابك؟ مثلا جيت بعربية او جيت حد بعربيتك، جابني مش عارف ايه او القناة بعتت عربية جابتك. بالظبط. يبقى انت ما انتش واجد، انا موجود لان انت في حد موجود في اوجدك. حد اوجدك. فلو انا قلت الله موجود زي الأغنية اللي بتقول موجود في كل وجود، غلط. ده ربنا هو اللي أوجد الوجود، يبقى هو الواجد مش الموجود سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الله قديم موجود وإلى ما شاء الله، ملوش فناء. الله أسماؤه إيه؟ صفاته إيه؟ أفعاله إيه؟ الحاجات دي لازم نكون متعلمينها يا شيخ طبعا. أحمد، مش ان احنا نبقى يعني. طب ولذلك اروع الابواب في العلم باب تعلم الاسماء والصفات الحسنى. او الاسماء الحسنى. ايوه، الاسماء والصفات. هتاخد اسماء الله وصفاته بقى. يعني ايه اسم الله؟ يعني ايه اسم الرحمن؟ عايزه يعني حلقات ايه اسم لوحدها. الجبار؟ يعني اسم الرزاق؟ يعني اسم الستير؟ يعني اسم العفو؟ واخد بال حضرتك؟ وعايز اقول بس حاجه اسال حضرتك فيها وتصحح لنا، هم اسماء الله الحسنى مش ال 99 بس، هو في خالص اكتر خالص. عشان في اسماء ربنا. هو سيدنا النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم، قال ان لله 99 اسماء، مش كده؟ من احصاها دخل الجنه.
طب ناخد ناخد شيماء الأول عشان ناخد ناخد التليفون شيماء. بيقطع. سلام عليكم عليكم. شيماء، أيوة حضرتك معانا، أنا سامع. سامعينك بس علي صوتك شوية. ماشي حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل بس فضيلة الشيخ عن يفيدني بحاجة عشان دي قلقان أوي وتعبان يعني. ايه ده؟ أنا كان في موقف حصل معايا يعني سلايفة كده في البيت، يعني اتكلمنا مع بعض وفضفضنا، فخدت مني كلام. انا كنت بصراحة ايوه انا غلطت ان انا اتكلمت يعني على حد، اوكي. فخدت مني الكلام وراحت حاسه ان هي يعني فهماني ان هي حبيبتي، اوكي. وقولي قولي قولي، راحت قالت الكلام ده مثلا لحد تاني اللي انا قلت عليه يعني. فالموقف ده كان انا فهمت قطع الاصل تاني. السؤال. طيب ناخد منى كمان ونجاوب على السؤالين. منى ناخد سلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. إيه، لو سمعت انا كنت عايزه اسال على الكتاب، في كتاب اسمه مفاتيح الفرج، كنت نعم عايزه اسال على كتاب اسمه مفاتيح الفرج. نعم الو، ايوه ايوه سؤالك. انا سامع اتفضلي. ايوه مفاتيح الفرج. حضرتك، عايزه اعرف الادعيه اللي فيه، في شويه ادعيه كويسه، عايزه اعرف الحاجات دي كلها مثلا هل هي مثلا صحيحه ولا لا؟ حاضر. شكرا شكرا يا منى. نجاوب على السؤالين. نجاوب على السؤالين. سؤال شيماء. شيماء بتقول انه هي وثقت في حد، هي قلقانه دلوقتي جدا ومضطربه وزعلانه علشان في حد افسد العلاقه بينها وبين حد تاني نتيجة نقل كلام. نتيجه نقل كلام. يا فتان يا اللي بتنقل الكلام على وجه الافساد، حتى لو قلبك ابيض وزي الفل، وحتى لو قلبك ابيض وزي الفل وانت ما تقصديش اي حاجه، بس انت سمعت كلمتين رحت نقلتيهم، فبنقول لك انت كده لا يدخل الجنه نمام. لا يدخل الجنة ايه؟ نمام. انت كده بتنمي. حتى لو بينقل بالصدق. حتى لو اللي يسأل الصادقين عن صدقهم. دي من ألف به دين برضه طبعا كل واحد فينا. انا ممكن اسمع مثلا احمد ممكن يقعد يتكلم ومهاب ممكن يتكلم، فتيجي انت ممكن تقول لي ايه؟ كلمتين على اي حد. انت بتقول انت زعلان مثلا من موقف معين، انا سمعت الكلمتين فانا ما كدبتش خبر، رحت نقلتهم، مش مهند بيقول عليك كذا 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 كذا، عملت انا ايه دلوقتي؟ بقيت اداه من ادوات الشيطان في افساد العلاقه بين الناس. فعايز اقول لك ببساطه شديده جدا، سيبك من اللي نقلت الكلام، ربنا يعفو عنا وعنها وهي هتاخد جزائها من ربنا. روحي للي زعلانه منك اعتذري لها، قولي لها انا اخطات في حقك، أنا آسفة سامحيني، ولو حد غلط في حقي وجاي يقول لي أنا آسف أعمل فيه إيه؟ أسامحه. ليه؟ ده فرض. فرض. فرض عليا إن أنا مش تكرم. ده فرض عليا. ده سيدنا النبي قال لي لو أنت حد غلط فيك، أنا هجيب النص بتاع الحديث دلوقتي، لو حد غلط فيك وجي يقول لك أنا آسف قول له أنا مسامحك ابتغاء وجه الله. الله، لان لو ما عملتش كده سيدنا بيقول من تنضل اليه، تنضل يعني ايه؟ اعتذر اليه ولم يقبل لم يرد الحوض. يا الله، مش هيشرب من حوض سيدنا يا النبي. الله، يبقى لو حد غلط في مهند وجاء قال له انا اسف يعمل ايه مهند؟ على طول يقبل، لو تكبر او قال لا او كلام زي أنا كده ممكن تاخدني العزه بالاسم. سيدنا بيقول مش هتشرب من الحوض بتاعي، ومحدش هيخش الجنة إلا لما يشرب منين؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد سؤال آية وبعد كده نجاوب على منى. سلام عليكم. آية. اتفضلي آية. آية، لو سمحت أنا عاوز أكلم الشيخ. الشيخ معاكي يا آية. أنا بقالي فترة بحس إن أنا هموت، وبقالي أكتر من 5 أشهر على طول بحس إن أنا هموت. عندك كام سنة يا آية؟ عندي 22 23 سنة. أنت متجوزة؟ لا. طيب قولي لي الشعور ده لما جالك بقالك 5 شهور صح؟ سؤال وجاوبيني بصراحة. أنا هجاوبك دلوقتي بس قبل ما تقفلي، سؤال وجاوبيني بصراحة. من ساعة ما جالك الشعور إنك هتموتي ليه ما متيش؟ ما أنا مش عارفة أنا الشعور. أنا بقى هجاوبك، أنا بقى هجاوبك بعد في سؤال تاني؟ ايوه، انا ليه الشعور دوت جالي وانا على طول خايفه وعلى طول حاسه اني هموت، حاضر على طول بشوف حاجة. ناس ميتين، بشوف الناس اللي ميتين على طول قدامي، ما بحلمش حاضر. بيهم بس بشوفهم. حاضر حاضر حاضر، ربنا على فكره. انا كمان رحت عند دكاتره نفسيين. حاضر هجاوبك. والموضوع ما اتحلش؟ لا لسه ما اتحلش.
ان شاء الله ربنا يعفو عنك وتتخلصي من الموضوع ده، ممكن يكون وسواس او وسواس قهري او حاجه زي كده. صحيح. طب ناخد تليفون كمان ثريا عشان بس الناس ما تزعلش مننا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا كل اللي حواليا ما يعني هي دلوقتي مساله سؤال النميمه. طب امال ازاي اللي بيذهبوا للصحراء ويقولوا احنا بنستغفر ربنا ربنا يغفر لنا، واللي بتقعد تعمل النميمه نفس الشيء تقول لك ان الله غفور رحيم، ومع ذلك بيصلوا وبيحبوا وبيعملوا الاخطاء دي كلها، طب احنا نرشدهم بايه وهم حتى ما بيسمعوش؟ شكرا ليك. احنا لما سمعتش اخر عباره احنا قلت لك نرشدهم بايه؟ حاضر. احنا بس معانا دقيقتين عايزين نجاوب على كل الاسئله دي. نبدا بمنى. منى كانت بتقول كتاب معين في الفك في مفتاح الفرج اللي هو مفاتيح الفرج. بص يا منى، اي حاجه سندها صحيح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واي حاجه سندها للقران الكريم هي صحيحه ما فيهاش كلام، وفعلا مفاتيح الفرج مصداق لحديث النبي عليه الصلاه والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الكتاب ده فيه بعض الحاجات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حاجات واردة وصحيحة وفي حاجات تانية ما وردتش. فالوارد اللي هو ايه؟ يعني انا لما اجي اقرا مثلا الشيخ احمد هيشرح حاجة النهاردة، ايه الخلفية العلمية لاحمد عشان يطلع يشرح فقه للناس وعلم للناس؟ بالظبط، يعني تشوف الكتاب ده والعلم ده بيسنده لمين؟ فأي حديث مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم نعمل بيه على طول. مخرج يعني مثلا في الكتاب صحيح البخاري في صحيح مسلم في صحيح السند صحيح السند. طيب السؤال بتاع ثريا بتقول قالت ايه؟ انا نسيت. ثريا كانت بتقول ان انا بخاف من الموت. يعني الناس الناس بيقولوا ثريا الاخيره كانت بتقول ان الناس قبليها كانت ايه بتقول ان هي خايفه من الموت دايما. خايفه من الموت. بص الخوف من الموت ده لو زاد عن حده يبقى مرض. وده منهي عنه. ليه؟ لان الشيطان عايز يفسد عليكي حياتك يا بنتي. وسواس. الشيطان وظيفه الشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء ليحزن الذين امنوا. ايه ثانيه ليحزن الذين امنوا، عايز يلقي الحزن في قلبك، فانت تقعدي تفكري 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 لحد الفكر ده ما يبقى عندك حقيقه. لكن اول حاجه تحصل لما اجي افكر في الموضوع ده اقطع التفكير في الموضوع ده. هي قالت عباره تخلص الليله كلها، قالت انا بشوف الميتين قدامي. حد فينا بيشوف ميتين؟ لكن العقل الباطن عندها بدا يفكر لحد الفكر ده هي صدقت نفسها، فالتخيل ده طلع بقى واقع بقى قدامها في الحقيقه. تعمل ايه سريعا يا شيخ احمد؟ تقطع الفكر بالشكل ده، تروح لدكتور يديها علاج يطرد عنها الوساوس دي وتقرب من ربنا ان شاء الله اكتر. ربنا يصلح حالنا وحالها يا رب ان شاء الله. طب ثريا كانت بتقول بقى موضوع النميمه اللي احنا ماشيين فيه ده، بتقول لك كمان في بعض الناس بتروح وشغل صحراء والكلام ده. تعرف النمام ده خايب؟ والله النمام ده خايب، والله صعبان عليا. والله العظيم يا نمام بتتنازل عن حسناتك وهناخدها غصب عنك. او هتشيل من على كتافنا السيئات اللي احنا فاختار لك خيره من الاثنين، يا اما ان تدينا حسناتك يا اما تاخد السيئات اللي علينا ونطلع احنا نجري واشتغل انت تكعبل براحتك على الصراط. بنشكرك يا شيخ احمد. شكرا. تنورتنا النهارده. يا ربي. ولازم نكمل الموضوع الف ب دين ده، فيه كلام كتير جدا هنتكلم في يعني فكره زي ما حضرتك قلت احنا كده بدانا لسه يعني جايين من الاول خالص، عايزين نخش في صلاه وفي عبادات وفي وضوء. هتوعدنا ان تكون معانا ان شاء الله؟ اوعدك ان اكون معاك اسبوعيا ان شاء الله. انا بحبكم وبحب البرنامج واحنا بنحب حضرتك وبحبك يا احمد يا بكوش. بكوش انت حبيب برنامج. ان شاء الله اكون موجود معاكم باستمرار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بنشكرك شيخ احمد. شكرا لحضرتك ونورتنا وافدتنا. الله ينور قلبك. وبشكركم مشاهدينا. معلش الوقت عدى بسرعه، ما لحقناش نتكلم في كل الحاجات. ان شاء الله هيبقى لينا حلقات ثانيه نكمل فيها موضوع الف ب دين. كل واحد فينا لازم يتعلم دينه صح. معانا ان شاء الله زي ما بفكركم دايما، معانا ان شاء الله كلام الناس بيقدم وبيأخر وبيأثر وبيغير. اشوفكم بكره على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.